خلينا بقى دلوقتي كده ناخدكم لموضوع مهم جدا. هنتكلم عن التدخين. معروف ان التدخين من العادات السيئه اللي بتاثر سلبا على صحه المدخنين وغير المدخنين، يعني بتاثر على كل الناس، عشان كده اثرها السلبي كبير على صحه الانسان. دايما بيحاول الباحثين ايجاد علاج ليها، وبعد بحث كشفت الدراسه عن ان الاقلاع عن التدخين ممكن يكون سهل، وده لما الشخص ده يستنشق روائح بيحبها زي مثلا النعناع، الشوكولاتة. وعلى فكرة في كتير من المدخنين بيلجأوا لأساليب كتيرة عن إقلاع عن التدخين باستخدام منتجات بيكون فيها نيكوتين، ولكن طبعا الموضوع ده مش بيحقق نجاح كبير أو نتائج عالية، لأنه في الآخر لسه بيستمر على نفس العادة. عاوزة أقول لكم أنه الدراسة اختبرت أسلوب جديد قوي بيتمثل في أن هم مثلا يستغلوا ميل المدخنين لروايح معينة، ويتم تطبيق التجربة دي على عدد كبير. هم طبقوها على 232 مدخن من اللي حاولوا أن هم يقلعوا عن التدخين، وطلب الباحثين من المدخنين الخاضعين للدراسة الامتناع عن التدخين لمدة 8 ساعات قبل التجربة، والاحتفاظ بسيجارة واحدة من غير ما يستخدموها، ومسكوا علبة فيها روائح عطرية محببة لكل واحد فيهم في ايده التانية، وبدأ الباحثين في ان هم يفكروهم بشم الرائحة كل ما يحسوا ان هم عايزين يدخنوا. وكانت النتيجة ان درجة التلهف على التدخين بعد اشعال السيجارة بدأ ان هو ينخفض عند كل المشاركين بعد الاستنشاق من العبوة المعطرة، وبالفعل تراجع حدة الرغبة بالتدخين بعد استنشاق الرائحة المحببة لكل شخص. وده بيثبت انه حاسة الشم بتعتبر عامل مساعد، وانها ليها تأثير قوي على مساعدة الشخص المدخن وعلى الإقلاع عن التدخين. وممكن ان احنا نحاول ان احنا نجربها، نشوف ان هي تنفع ولا نحاول نجربها مع الناس اللي حوالينا كده، ونشوف فعلا هل هيكون ليها تأثير ولا لا، لانه يا ريت الناس تقلل من التدخين لحد ما يمتنعوا عنه، علشان ليه تأثير كبير سواء على صحتهم او على اللي حواليهم اللي بيدخنوا معاهم بشكل سلبي. سؤالنا ليكم بقى النهارده، لو انت شخص مدخن، هل عندك استعداد فعلا تقوم بالتجربة دي وتبطل تدخين، ولا شايف ان الموضوع بيكون صعب جدا؟ ابعتولنا على كل صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي نتناقش ونشوف هل عندكم فعلا الرغبة والقدرة كمان انكم توقفوا تدخين ولا لا. يا رب يعرفوا، نتمنى. اعتقد بيكون صعب عليهم، بس يحاول يجربوا التجربة الجديدة. خلينا بقى